السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة مع بعض كده عند ام حسن في سوق التلات. طبعا انتوا عارفين بقى، بكام يا نتفرج حسن مع بقى بعض كده على مالك؟ البطاطين بالكيلو. بكام؟ الكيلو ب 100 جنيه بكام بس بكيلو؟ بصراحة الخامة كيلو ب 100؟ والوان كيلو ب 100 تحفة، الواناتها كلها حلوة، والبطانية الخامة بتاعتها تقيلة، يعني البطانية تيجي ممكن 4.5، ايه حسن؟ ممكن فيها اقل، في تقيل وفي خفيف. الكيلو حسن ب 100 جنيه، الكيلو كيلو ب 100. بكام؟ عندها بقى اشكال عندك رقم والوانات تليفون؟ بصراحة حلوة طب اوي. في هنا الجنزاري، وكان في الاحمر وفي البني وفي الرمادي وفي الازرق وفي يعني وفي النبيتي وفي البامبا. كان في عندها تشكيلة حلوة، الوانات هي عند ام وكان عندها حسن برضك الدفات كانت حلوة، المتر والرمادي 65 جنيه. والاحمر هذا كيلو البطاطين ب 100 هي جنيه قدامكم، احنا بنتفرج مع بعض كده. والموز خليكم معايا لاخر بصراحة الفيديو عندها تشكيلة عشان حلوة. تشوفوا بقية الالوانات. وقولوا رايكم في الكومنتات. البطانية تقيلة تقيلة هنشوف، تقيلة، شايفين البني بتاعها؟ ادي حفرة اهي، الرسمة بتاعتها حفرة كيلو ب 100 اهيت، جنيه عند ام ربط حسن لكم سوق الكاميرا التلات. علشان تشوفوها. حلو وادي قوي، الجنزاري، وادي واو الازرق منها بتاعها، دي جميلة قوي، فيها رسمة قلوب حلو، جميلة حلوة كمان حلوة دي. أوي ما يعني هي كبيرة مش صغيرة، لان الواحدة تيجي اربعة بالكيلو، ونص كيلو يعني ب 100 متر جنيه تقريبا، مترين ونص لمترين، حلوة أوي. الرمادي دي لانها عريضة يعني مش اهي، رمادي شايفين. وادي تحفة الوانات بصراحة. كتير، وكل ما بتقلبي بقى كل ما بتلاقي الوانات غير أنا الالوانات اللي على الوش. وفي الموف، الموف الفاتح، وفي البن السادة، في الازرق السادة، يعني فيها كذا لون، يعني فيها الوانات كتير عندها. يا بتفرش يعني، هي طبعا جنب ام عبد الله، اللي تحب تيجي لها تنزل عند ام المصريين، محطة مترو ام المصريين، وتسأل على بنك ناصر وتخش، ده هتلاقي السوق. هتسيب الحارة اللي بعد اللي جنب بتاع العصير، لأ الحارة اللي بعده هتخش، هتلاقي بقى بتوع القماش كلهم، هتلاقي ام حسن، وهتلاقي ام هاجر، وهتلاقي ام ملك، وانتوا ماشيين كده هتلاقي ام عبد الله قاعدة في اخر الشارع، يعني كل بتوع القماش قاعدين في الشارع دوت، يعني شايفين. هنتفرج مع بعض كده، شايفين اللون ده حلو، الرمادي في بامبا حلو قوي، وفي الاحمر، وفي التركواز، وفي الرمادي، يعني في الوانات كتير مختلفة. وانتي بقى بتنقي اللي يناسبك، يعني هما لسه في، احنا في اول الشتا لسه ما جاش، هما بس هما نزلوا كل منزلين الشتوي، بس الخامات بتاعتها كلها حلوة بصراحة. يعني انتي تمسكي البطانية، في بطانية تعدي 4.5 كمان، البطانية تقيلة، والاشكال بتاعتها حلوة، يعني في كذا شكل وفي كذا لون، تختاري بقى اللي انت عاوزاه، يعني مش لون واحد بس. الدفايات بقى كانت المتر ب 65، اللي هي الدفايات الاسلامي، كان في كذا لون عندها، كان في الرمادي، وكان في البني، وكان في الاحمر، شايفين الاحمر اللي عليها ده اللي هي الدباديب اللي هي الاطفال ديت، وكان في بين تنر بالاسود، يعني والخامة بتاعتها حلوة، يعني الخامة بتاعتها جميلة، كانت ب 65. دي بطانية كانت واحدة بتشتريها، احنا اتفرجنا عليها، كانت قطعة 4.5 كيلو بس بصراحة حلوة اوي، يعني احنا اتفرجنا. وفي الاسود كمان والرمادي، يعني في الوانات كتير، يعني هي انت الالوانات كلها اصلا مغرية، تحتاري تختاري ايه ولا ايه ما تعرفيش، يعني الالوان من كتر الالوانات يعني تحتاري. الاسود في احمر دي جميلة، والموف والبامبا، بس في حاجات خفيفة وحاجات تقيلة، مش كله تقيل، يعني انت بتنقي الشكل. ممكن تاخدي توفي بطانيتين سرير اطفال، تعمليهم طقم على بعضه، توفقيهم نفس اللون ونفس الشكل، تعملهم سرير اطفال يبقى حلو. حلوة اوي الرمادي والبامبا، البامبا دي كانت خفيفة شوية مكانتش تقيلة، يعني في الوانات كتير، انت بتنقي اللي يناسبك والسعر بتاعها كده. نشوف بقية الالوانات، هحط لكم رقم تليفونها في صندوق الوصف، اللي يحب يتواصل معاها. يا بتفرش في يوم الثلاث في عند بنك ناصر، يعني هو العنوان ما يتوش، يعني هحط لكم رقم التليفون اللي يحب يتواصل معاها لو حابه تيجي، هي توصف لك المكان بالظبط. شايفين الاحمر دي تحفه بصراحه، الخامه بتاعتها والشكل بتاعها حلوة، والرسمه بتاعتها بارزه، يعني الحفر اللي هو الليزر دي حلوة كمان. ده بامبا كيلو ب 100 جنيه عند ام في حسن، موف، وفي الرمادي بتاعها خطير، جميلة ودي شايفين الجمال بتاعها، البطانية تقيلة، شايفين حلوة اوي هي الرمادي الرسمة دي بتاعتها جميلة، شايفين الرسمة شايفين بتاعتها عاملة ازاي. بصراحة الألوانات كلها والأفضل دي جميلة. تحفة الشتا بصراحة. بقى داخل علينا السنة دي اهو، يعني خلاص الجو بدأ يبرد اهوت، والناس هتبتدي تطلع البطاطين. في بقى اللي يحب يجدد، عاوزة تجهزي بنتك بتشتري، يعني اللي كل واحد حسب ما قدرته، بس بصراحة الخامات حلوة، بطاطين كلها تحفة بصراحة. كل أسبوع بقى بتنزل جديد، ده شكل غير الشكل حلوة،
اشكال غير الاسبوع اللي قبله. ما تنسوش بقى باللايك، عشان اللايك ده اللي بيرفع الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله الاسبوع اللي جاي هصور لكم تاني عندها. لو نزلت اشكال جديده هصور لكم، كل اسبوع هصور لكم اول باول وانزلها لكم. حلو الموف بصراحه، اللون البني في بيج ده في موف حلوه بصراحه. يكون الفيديو عجبكم. لو اول مره تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنبص مع بعض كده على بقيه الالوانات اهوت. شايفين الالوانات كلها حلوه ازاي، والخامه بتاعتها بصراحه حلوه جميله. الكيلو ب100 جنيه عند ام حسن. واستنوني ان شاء الله الفيديو القادم هنصور عندها تاني.